بسم الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد. وحين كوسو جري كلام كي علماء حنا بلده كوسو بسنا شركة يدد كإسلام كشيغان يكود عقال لماذا أقواشي علماء حنا بلده مركة أرنك كوسو بسنا بين كود جري وحين يودن بي هذا العلامة من القيم رحمة الله تعالى عليه في مدارج السالكين كوسو بسنا هذا الكاسا إنو كجري بي يودن بي فهذه حال من اتخذ من دون الله وليا يزعم أنه يقربه إلى الله زلفا وما أعز من يتلخص من هذا بل ما أعز من لا يعادي من أنكره والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله وهذا عين الشرك هذا الكاسي إنكو استغنها بينكو قدام بيهي مركو كسو الشيكي الشيخو شركك لبديس النوع شركك أكبر كأه يمدك أصغر كأها أيو حسو تعريفيه تلمامو قيحي شركك أكبر كأها كدبنا أمثلو إيا مقال جري حلو الشيخ النوراء يكسو الشيكي أدي الذي مركا القرآن قاهي تلمامي سي عباد الأصنام في عهد محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا عباد الأولياء والقبور في عهد من القيم يا غير كيبا إن الشبهان وحباء وصنع الدحين أي صوت المامي مرك وحولي فهذه حال من اتخذ تن وصوشنا تلمامها إنه بحني يا قرآن كقابك تلمامي وحال من دو الحال كي واتخذ يا شيء من دون الله ألا سكدي أما إلهي لجرنك يا معي من دون الله مع الله مر والغفر مرنا ألا سكديوي وليا جعل روح الشيكتي يا اله وليا هو معناه يسد وحوي وجعل او لوجد اله لوجد ولقاس يزعم الشيكي انه يقربه انه دوين الى الله الا حق الزلفى اي قربى ننكي الشيكتي انه جرى جعل ولي يا انسي يا جن يا اهل قابور عدو دوني ما هنغذيه ننكي الشيكتي ولي يا سيد يا اولياء إن الله أود وينيس أو رب أود وانا يحال كي سوى كان بودون صوت المن وما أعز محا كير من دول كي يتلخص كبد بادي من هذا مدارج كوحا كجر يخلص مرك يخلص ذا صافيا عن وحا آدي آدو يربو شيخ يدى أحد كبد بادي شركة أسقى آيمانتا أيدت كد أحفر ديان بل ما أعز محا كير من لا يعادي أحد كان لعو ليتمين إن لدى قال لمن من أنكره شرك الروح إنكره شرك الروح كبت بلا إسكير بو شيخ يري حلقا إنه مرين شرك الأولياء وتشفع وتوصل أحد كبت بلا إسكير بو شيخ آد بو يرتاي ونادر وحانا كسي يربور إن له أحد أسوأ أن شريك يلين هدوسا شريك يلين إن أن لدى قال لمن إن قليها شيء محوها يكبر النغضي شرك إنكره أن لا تعلمين ويدعي كرتا إن مر له له روح أسوأ أن شرك كود عين لكن أصي اللي بتركيز وحقوق في سنية وحول الله تعلمي أول علوبي موحدين تي أهل خير كي إنكره يي لا تعلمي شرك علماء دي بعض إنكره إنسان علماء دي حق إذا أن ملك قرد عدين أولياء دي بعض ديدنتهين صلى النبي قد ديدنتين وبهدشين احترام الأنبياء بأي دون كود عضي هذا ترى ورشرك إسكده وإلهي كلي عابد وعلماء يا أولياء لما تؤد عليه إلهي دم داف أويدي نحرس الله أويدي مركض بوقة الصلاة وحكى الصدقة لكن أيجها بري وها طبعا دجان وها تلا صارن وها كعب سن الله كلي بقى أنت كقوله مركض وقول الدجا الله ما هي أوحى دون كتا كتا جنب بل ما أعز محاكير أي ما أندر من أحد لا يعادي أن لا دجا الله ما ينون علي سنين من أحد كي أنكره شرك أنكره والذي قام بقلوب هؤلاء نسخة مدارج كان هيو وحكجر وحاوي والذي في قلوب هؤلاء المشركين والذي قام وحك شيخ حور كتل ما منت أما دحيا في قلوب المشركين وحكوك مي دحيا بقلوب هؤلاء المشركين مشركين تن أيضا قلوب توضة يا وسلف مدتك كهر ريبة أيجا ما أنت جو يكو كه الرئيبة قلبي وضوح كجرة أم من سنين محوها وحي أم من سنين أن آلهتهم آلهة ذو معبوداتهم وحي عابدها يان تشفع لهم عند الله
مشركي زمان ابن القيم ومشرك العرب في عهد محمد صلى الله عليه وآله وسلم لبض وحا قلبي ولكوينا أمن سنايين أو ليد أم أحد كي بري هيان إن أرجيني وإلى أكتس وشف عقاري أما والذي في قلوب هؤلاء المشركين وسلفهم أن آلهتهم تشفع لهم عند الله لبضا معنا بواصورة قلوي شيخ حلو وهذا متكن أصدقاء إن هذا آمنته أحد أن ربي سبحانه وتعالى هو إذ من بآخر كون شفع قاضي أذ آمنته أما قلبك أذ قلي سوى عين الشرك شرك اللفتركي سوي وقل لكيس أي قل عن كفار قريش إيا عرب أي كون قالوا بي مركا وح معنا أكين ما هيو إن هذا أذوق ونصيب شهد إسلام أما آتوك أما آتون أما آتصال هذا معنا وين محن بارسنا مربها دي وحي لقاه لي مشركي العرب وكفار قريش لقاه له إسكم مدباتهين وقد أنكر الله إلى وكو إنكري عليهم على العرب ومشركي قريش ذلك أرنك أسقع ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله إلى وكو ديدي في كتاب كتاب كسب وكو إنكر وحي إله مشركي العرب يقريش كديدا أليك كهذا جيسن مكان يلم هاي وأبطله إله وابريي وأخبر وحونا رب الشيخ سبحانه وتعالى في كتاب كل شيء أن الشفاعة إرقض ورنبا كلها رمانتين له لله الله إسكاله وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه نبي الله وحد كتر هذا وتوبيخ التقريع وي ادعوا الذين زعمتم بريا ويادا وعابدوا قليها الشيكتين إلهي سكدي سئنيهن أربابا الذين زعمتم هو الشيكتين من دون الله ألا سكدي أربابا وآلهة إنيهن الضومضي يا مخلوقاتك يا قبورتي يا أوليد الشيكتين ألا سكدي إن لبري كرو يا آلهي بريا لي ودبتا أجناد وكر فاضا يعني وحن جرينوي فلا يملكون هنان مهيان كشف الضر لب في ددي طيب هذا بريدان وي عنكم حقنا ولا تحويلا يا إنا إذا كل حيان بق دب إنا إذا كف إذا نما أو ذا دب إذا كسو آدنا أو سو سعودي إنا إذا كدوا نما أو ذا وإذا رب سبحانه وتعالى وكو إنكري مشرك العرب شرك جودي وكفر جودي يا شفاعة الشيخان يا شفاعة الشركية أهيد وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له آياتاً علماء حيشيغاً وآياتاً أغو حوياً أغو حقباً أما أغو قيمة بداً حق الدبر قوينت الشركي إيا أوديد منافدي سيما يلوك الصغلو يهور استاقي بابينتا وذيقوينك ودوينك قالما كانوا رنبا شركيغا وآياته أقول علسوي قل نبي الله حد كتر هذا وليها قال ذي عربي ادعوا الذين كوي بريا يوحي بريا زعمتم أتشاكتين من دون الله ألسوا كذي إن إلهيين أي استمروا في دعائهم ولقين بكودة نبناض أو وضوي لا يملكون قليها بريدان هنان مهيان أي ملك استقلال مثقال ذرة ذرة قدر كيد ذرة وحا للشيقاء وضو تفسير كوفي عانا اللو بدن يهي وادور عسادة أكومه هيدا باشا قرآن شده اللي هذا النملة هذا أكومه يري ير على عطبة دكتامي الله دقنت هذا ردين أو إح إش قبان كرتوانا هاي إذن مهان تام با اللي لو قعانتا كومه هيان مثقال ذرة ذرة قدر كيد وحي ير قدر كي مملكين كران استقلالا في السماوات عرك قديهيسا ولا في الأرض آيات دقائب تاكوباد علوم وحيلين وحلقون نقدنها يا مشركة قالت عربية الصابئين تاهيد قل يا الصابئين وعربية باجرو آمن سن أفلاكتا يا كواكبتا يا حدقها أي وحمل كيو أدون كما مولا قل يا لغبا بإنها يا ورد على صابئة العرب لا يملكون مثقال ذرة وحوين اسكبا داي أقل القليل وحلق الشيخ وحأير مهنا كران ملك استقلال لا في الأرض ولا في السماوات عركنا تأثير يراتكم ولا هو يملك دولكنا وكما إلها هديسا وحبها ننكرين وملك اللود دي يا مدحبنا ندي ربي ومكلوة ذاك محون مكلوة ليهين وشركة متين أديق إيو أيقا وما لهم أولياء أضبر يسان يا إلهي أضبر يسان وما أهاني فيه ما في السماوات ولا في الأرض من شرك وحو ذاك إلهي نحب لما وذاكان بالي هدي اللود دي إلهي بريي إنا يسنقوني وحولا هين أيقا لا في الأرض ولا في السماوات هب يراتي إله وحمك لو ذاقا وورمش كجرة تين إله وابابية فأبطل ذلك أيضا
وما لهم وما أهان للآلهة والمعبودات وما زعمتم من دون الله أربابا وضنبا فيه ما في السماوات من شرك أي من مشارك شريك إله لو ذاك الدنيا دول يمام الكسية رب النمذي إله نمذي من مجروي هذه ربي وأيسم حكم الله هاي أيون أيسم وحقونه الله هاي قونه وإليه المجران وحي الله لو ذاك أن مجر مجرتا إن يكون عاويا مركض حقبان إيسو هذا نوع رأي ماشي كجرة وزراء مكويه إن يقعان يلك وعاوية وقدر طاوله كل شقية وحويسا لها النبا ملكي قضاء اسكله طيب وحكو لو ذاك مجر لكن مكو عاويا وما له إله وما هان سبحانه وتعالى منهم من الأولياء والمعبودات من ظهير من وحكى المين مجروا إلهي سبحانه وتعالى وح عاوية أما كالمين مجروا صدق قضب اللقاس وكعشي أحد إلهي غيرك وح ملكي مجره أحد إلهي سبحانه وتعالى وح لو ذا جنا مجره إلهي أحد كالميو عاوي أو برجنتارا مجره كو إرجية مجر أنا وهذه كإرجية وما لحبنا نعيه وياي هاي بعض المشركي العرب وحيق بين إلهي أولي ذا يا أهل قابور كي اللاتي عز وحسيي الشفاعة المستقلة وانكح النين بإذن ربي سبحانه وتعالى إني إرجيان أو شفاعان إلهي أكتسك شفاعان وانكح النين بإذنه كح النين فإل بيقود بها إلهي وأقبلها يا وإرجين هيان إلهي وإيه إلهي شفاعا مليهين يرجو ولا تنفع الشفاعة إرجد الوحمد ترتع عنده وعند الله إلا لمن أذن له إلهي عدو فصحيمه إيه طيب هذه وسكستو إرجي إرجيز وحمد ترميس إذا هو فقير وضعيف وأظن عاجز إلهي يعطو إدمو إرجي إلى هذا هذا نقول له إدم لو إرجينا هو إدمو بيسوع نيسا وإن شافع الله إدمو مشفوع له من اللي إذا يمحى إرجي إذا شافع إرجينا يا وإن لفصحه أولياء يا علماء يا أنبياء الرسل إلهي وإن يا إرجي هذا ردد كي إرجين هيا يعني كي إرجين هيا يعني بالأنجدة ضد كالله تركوه شروط بيليه وإن يسن المشركين هاي فما تنفعهم شفاعة الشافعين مشركة دلو إرجيو وأنبياء أولياء سكوت تقال من أبينا آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلوات ربي وسلام عليه لما أنتو ضد سكوت تقال مشركين وإرجيان لا أقبل ماي فهي نائلة من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا حديث أبو هريرة في الصحيح نبي الله من أسعد الناس بشفاعتك نبي حكوي لي وحاوي وروح مخلصة أصور مشركين يمادة بائس كله مرك اللي نبي محمد والشفاعة يي قادة وانتي كبه لا فهي نائلة من مات من أمة من لا يشرك بالله شيئا الشفاعة وحي قادة سانينك أصور موحد أو مخلصة دنتي مر بها دو شريكي لما منعوي إذن كاللو شفع قادي اللو إرقين وإنو يهي موحد مخلصة كإرقين هيا وإن لا فصحه إذن شفاعانا أكتزا إلهي وحكمات ترتو أحد وحلو داغانا مجره أحد محو هاي عاوينا مجره آدم غير كي وحمل كي الله سكدير مجروي آيات مركة آيات علوسوي آيات قيمة بدن ابن قيم إلى أويلي آياتا أيا كف لنبوري فكفى بهذه الآية نورا وبرهانا ونجاة وتجريدا للتوحيد وقطعا لأصول الشرك ومواده لمن عقلها والقرآن مملوء بهذا ونظائرها بهذه ونظائرها مركز الشيخ حلو والقرآن ابن قيم بهذا الكواتا قرآنك مملوء وحلق بحشي من أمثال هذه الآية آيات آيات الله مئة وبابين هي وسائل الشرك أصول الشرك ورنب فتشن هي وحددها وسيبها يا إلا كبح شيء ولكن أصي شيء أكثر الناس لا يشعرون ضد كبضان كود هذه القرآن كشركي قوفا فاهي أو قادة لغي أو قيحي أو حبوسا كتاقين محاك يعني ضد كقارك إسلام كشيغان يا إنا ينشرك دبتاق هذا وحاك يعني قرآن كفهم كيسا كير ولكن أصي شيء أكثر الناس ضد كبضان كود لا يشعرون الدريم مهيار من قرنا يعني بدخول الواقع وحد عي لا يشعرون أي أن صدق أصل كقتال لا يشعرون قرن مهيان أما الدريم بدخول الواقع شرك قد عي هذا جرة أي أدونك كجرة أي عصر النجرة أي حلق ابن قيم النولاد جري إنه قالها يا ما آمن سنبه تحته تحت القرآن
شرك القرآن كوكدجي أو قضاء دجي أو باب شيء أو مضى كفي جي إيوه كان هذا يو أي سمين هيا إن إسكم مديهين أو آيات الشرك عربيت كهذا شيء شرك الصومالي أي تابانيس ما بفهم هيا مشرك ما كل شيء أبو جهل يمشى صادقان يمحو أبو لهب هذه السنة من الشيء التي عزة يمناط يمشى صادقان طيب حكى زوبود والقرآن كوكه الله وكاء تمانيسو مشركين تعربيت بكه الله هيا كو صوماليد بكه الله شرك كستور دعه من نزوله الى قيام ساعه بكه الله هيا اسكو مد بان نتي مد بك الوطو يا مغا عاد شيغان يا دين تكون محابسان يا تي قريش وحو ما دحيو ولكن لا يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له بالله صعوتا نسخه اصل كاه وتضمنه تضمن القران له لشرك زماننا ويظنه ويظنونه باكجر أصلك ويظنه حؤم لين شركك قرآنك كهالله أما ألا كدقي إنه كسابسنيا في قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارثا قل يرد ماضي مماش صديقا ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلوا سداسا يعني صدى أصل كجرته ويظنونه حؤم لين هيا شركك في نوع قل يؤنه خسيه يو قوم ضد قد خلوا دماد او تغي عرب دماتي قريش دماتي يهودي النصارى تغي بوك الله يا قران كو قادنها واقع سبب كفسر ما هي دول فدغا ان دول فن قبورته يا بريده اوليد الله بريها يا طواف كل طواف هي يا وحن شركيات قادونك ما انت كتاغن اما شرك العباده والتوحيد والالوهيه اما شرك التشريع والسياسه انبا وشرك الحاكميه والاتباع انبا ان يسو غل هيان قران كو خو كهدلي وما هيستبا ويظن وحوم لين وعيد كاس يا أحكام تا قرآن كاس كعد عد الشرك كو آدني وح لها المال إن يكون صابتن تبوق قدان يا في قوم قل يا قد خلوا دم ماذا ولا أذي ولم يعقبوا أن كتجن وارثهم دحل أن كتجن وارد ما ذين ترى دم بنا مرة نمان كاس ومسلمين تضم بي شرك كو دعائي نمان كاسي وحس كحر المجر كله وهو الذي فهم كأباس اللي تأيب عن ومتك يحول كلت هذا كلور استاج هي بين المرء وبين فهم القرآن إن القرآن كبوقة تسيس سبع إنه واقع حركه الله أو قرومه هي تاريخ أبا جدكه الله يقول يدوج بيوكه الله أو حالة ما أنت أتكون نوش أوسن سامينين لبك أصدق يفهم كاللي تبع عن وح مبدأ باب شيء كاهر استاج يا قرآن كي يدين تفهم كذي وهو الذي يحول بين المرء بهذا يقرن لكن أصل كحكوية بين القلب وبين فهم القرآن وهو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن قلب هذا القرآن كفهم كيسة هذه معناها خلد مرك ربك وقاله واتكف قرآن إذا القرآن كفهم كيسة طيب مرك أسألك وحال الله سعد هذا القيام بدون الشيخ وكتك اختصارا ولا عمر الله إن كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم أو شر منهم أو دونهم وتناول القرآن لهم كتناوله لأولئك ولكن الأمر كما قال عمر ساس يسكوك حريه حولي الله أنكو دارتي هذي قريشي عرب دمادين وقليه قرآن كو كسو دقية كو ما أنت جو قريشي عرب بيد حلين أيقا إلا مديهين ويكو حكمهين أما واكشر بدنهين با شركي ما أنت جرابة كدرا كي عربين أما واكسو كيان لكن انتو وحي وذاقان وي إنا وضا مشركين يهين وتناول القرآن قرآن كو سدو طابان هي لهم للعرب كتناوله لأولئك أو لهم للمشركين زماننا قرآن كسود أطا من ذلك ما أنت جوغ أيوه الله أيوه أيوه كوهران أغاها الله يوهي لكن حالده وحاوي وحخربي ولكن الأمر كما قال عون الخطاب حالده وحاوي عون الخطاب باشيغو وحييري رضي الله تعالى عنه سي أمير المؤمنين والخليفة الراشد إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية هذا عمر هذا القيام بدنوي انما تنقض وحال الله فرفراء ولا بربرياء عرى الاسلام اسلام كما ريغيس قضب بدي احكام شرع وجدا احكام الشرع اركان الدين تينا قضب قضب بالو دمن حكم حكم بالو تغي عروه عروه غورما اسلام كدوم هيا ولا بابين هيا اذا نشا امرك كو برباري او كدحدشو في الاسلام ذلك اسلام كشيكت من لا يعرف الجاهليه ضد ان غرنين جاهليه دي مشركي العرب ما حيكو قالوبين محل لغو هايستي محي إذن قرآنكم حكو تكفيري ديقو ذا محل لغو برنايستي نبيكم حكو لايي محي إذن لمن كان
قرابي يطلب يا هاي المادر بيا هاي حكتي حجالة يا هاي محل لو جريبة هوس مركزن أدين مركز هذا آفو بيسود بابا إيسا محل التوحيد كبا شرك كدي سنة دي بدعة كدي بدعة دي بات سنة نوقد دي حق بات بعض الأب بدلي شرك كبا توحيد إسلامي ما نوقد دي لأنه متى قانت ما هي الجاهلية فهم ونكسب الله بهن جاي أذكر كان شغل زي متيم رحمة الله تعالى عليه هي أرض من أدق زن القيم بوي سوع العليان ما لبضنا وكوش يعني لكن بهذا اللفظ أنا وأنت في فريما إن هلين لكن لفظ كان هلين وحوي من عمر قصو كان أنت أنا وله هلين لكن هذا كان أدب يسوع قري لبض الشيخ لبض الإمام مركب مصادر أن هل يكتب كله يمر أركي ويني إنه كجرا لجيا با لكن أضع أنت يسوع قش وحوي لفظ أه لقد علمت والله عمر بحرنج إلهي بأن كل أرتوح أن أجاي متى تهلك العرب عرب مركب بابي وهلاك سمي واقع النبى أنو عرب مركي عربنا ده مسلمين توجيه مسلمين تيجا هردعوا أها هريال بأهاين ضيا شدي مسلمين تعرب أهاي عرب الإسلام تهدي يا قال قد علمت والله متى تهلك العرب إذا ساس أمرهم من لم يسحب الرسول ولم يعالج أمر الجاهلية عرب مركي هلاك سما بابي ويدمي آخرية أدون وانا قانا الدنيا ذو حيدوم هيان مركا أمامله وهو قاميالي أمر النقضه نمان عن صحابي أهي صحابة إيمان يهلقن يإخلاص يصدق يوناك يضعد نمو يدين يقون درر بل ويقان أيوه تاقن أردوبان مركن تلق عن رافو نمان عن لسعون أدون كبا أون صحابة أهي أون لسو تجابين صحابة وحيكا صبحين امتحان عرس امتحان كلول بيكا صبحين ولم يعالج أمر الجاهلية ومع ذلك أن صومر جاهلية شرك أنا قونين شرك يدين لآن يا بخت وحي يعني ما أن صومر أنا قونين سحابة أنا هين مالك عربي إسلام كوش أوقبت مالك أن بالله يا بابو وحنا هيسوي نما أن جاهلية فهمين أو شرك عرب لو قال إذا أنا قونين أو دين محمد أن فهم سنين أيا ما أنتو نكو ورجن هاي وحبان كوشي يا باطل يا بخت الدفاع هاي أثر كاس عمر وحصوص صار ابن سعد في الطبقات والإمام الجعد في مسند الجعديات حاكم في المستدرك أبو نعيم في الحلية بسند صحيح كاسا سوغوان اسكو معنا إلى تاي سيدا درت عمر انتو سوغو خليف كأها ما أقلين إن أوحلك أديب وكدق قبرنطوري وكدق أبان دولي وكدق نين مسؤول وحلها ينمان سحابي أهي مركو نين سحابي أو يحلك قبطة أيو تابعين تا يعلم هذا كلام المسلمين تان نبني هو كفي عن أودي بيجي وحكم هذا شروط أودجية الدولة دي سئنو سنحل أودي بين يوال النمو يكبر نتر أو سنكدين نن أن نن تلكية قوس قوس أو كذا شريب بني عدي أمدي بيجي حل كدولة وحورنجري شريب بني عدي قوس كان كذا شيء لب يحل أنا أقول فيلم بورنجري مدك إن حلو أركو يا إلما أديرسي يكبر قدري انتو اسوغ خليفك طبانك السنة يدورك بلود نين ريب بني عادية حلوين ولقي أمر ديبن حتى ولكس عمر عبد الله بأ الله كده قيمها بطنا اي مهاجري قاها مركا رقانو يقان نبي احي صحابة ضد لسوت جابية ويو حلقة وإلهي سوء امتحاني الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه مركو كه الله يو كه الله يو قد يدى محان نبي محمد صلوات ربي وسلام عليه يا صحابة ديسي مرنا يقول ليسن هي مرنا يقول دريسن يدقالده والحرب سجال مر قريش بلا جبين والله بابين مرنا بقى جبي سحابة دي سلقات كان حق أود ما تري طيب وحولي علم وحيل أن كل ود من القيم با كمذا ابن تيمية كمذا حافظ الحجر با كمذا زركشي با كمذا في تفسير في البرهان في علوم القرآن ما ربنا كتب المامي هذه جور مسلمين تقول ليسن لهاي من يوم بدر إلى آخر وفاة صلى الله عليه وسلم إلى مالك ودمان الدجال كستون نبي وقال هذا قوات كان لها جوش ويدض بضنتهاي ويعيدا بضنتهاي قال السرع إلى منافق يا خائن يا توق يا شيطان يا مجرم صوت برع جوشها واسكم مش حرضة يا بضن لها مخلص ك نبي قر رمي النبي إنما كرعي كونه الرسول النبي يه كر رمي كرعي ليب كستو كل عنا أن كتنا زوج حق أصقع يا وحاس لحبود لها منافق صور راعي ضبك يهون كي يمحو جوش صور راعي هدي هدي يقول مسلمين اللي جبين لهانا دين تلا ما وصل قلم بهدي
روحنا الذليل بنغنى يا حقير اه او مره بان علن كيسو كور وكعين هذه يقرا دي لو جبيو وحاوي ناس كذا ما قدم واسكيبه ما انت لو جبي بالربا مال بقوليسن ميسد حد ور بلادن شو بخلدن طيب كو جبتي طيب مركه انو سن انبيودو رسول شاي سن نقونن دد مقهورين في كل احيان او لغا ادق يحي او ذليلين او غانت سر هذه كور لغا ليحي اي نقدان يا ربي ديننا سبحانه وتعالى حكمه ما هي كانت مرنا الرئيسات أدكاته مرنا أجبته سلوا كلبحه ليميز الله الخبيث من الطيب وما كان الله ليذر المؤمن على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب قال كلبحه هيا هذا محاكمته واجد دويد مركي حقوق أنت يقول إيشتين قبل ياشي الفا وقادين ويحمر سفيين دير دير يدارض بإسرائي ضل يدبت بلقين يميد مش حرتك قبلها ذهب قبيحين ودهر علين هيا عقد الظهرين لا أرد هيو دليا ديبت بانس كغني مت كين يلقى قريبة منافق توقة خائن بلداشياء مت بين كنا ولا حرام كناحة مت مخلص أولي وخير بدنا وناكسد ويحرم بس دحبودي أحمار الله نوصل إذا والله كلاب إن يربى صهرني ساسلوب بهنيه إن يربى صهرني صحابه النبي محمد والروميين مدة نبي الروميين إسلام كسوكر داي سوكر داي هل مر بالتي جم مكة نبي قال قاعد بيت المقدس بالجي والد في عرك الله سبحانه الله لوجي سبحانه وتعالى دين بالله صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة في ساعة واحدة من مكة إلى بيت المقدس إلى السماوات العلى ثم الرجوع منها يا واجم مركب النبي حول والله يدري حاله والله دلمي أنا الله يسيق قاضي بيت المقدس بانتجي مثل الأقصى وكنت كذي أنبيا كنت جي وأن كره فو وقد ولي السماء صابعة ليس قاضي إلهي بان لصو كل مي صلاتنا ليس ديبي مسلمين صلاة قاتا صحابة كقالوا ذي ضد مسلمين والنبي الرومي يقول الدوار انت يضع مش معقول بعدين سورة قل ما وإن بوس بلوي مس أن بوس بلوي ما بوس بل بوس بلوي والنبي الرومي سه رامبو حق من سنين نبي عرق الله قصة ورمي أخبار الغيب اللي شيء هاي الدين وده وحي هذا رمي زي أحد الله قاد والله قاد من مكة وبيت المقدس اللي جاي جاي وهذا نرد في محل يبقى كجرا ديار الله سكر هذا أرضه والله تطلقوا قاضي محمد رسول إلهي كجرا تطبع كقالوا بي تطبع دينك كعب هاي ابن عباس في صحيح البخاري وكيف رجع نرمي أصو إسلام هاي مركو إسلام كصوغل الدين توصوغله آيات مركو فسرها ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أسابه خير اطمأن به وإن أسابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة أيضا مركو فسره وحيو روح مركو صو إسلام هذا إسلام توي رده شو بيرتو بحضه ويفرضه وطلان ويعده وحكا أفقر من لوايه ويحافظ بيحو يبرواق لقا قاضه وحدي إن هذا هو الدين خير أوي ألا دينت معانا صادو إسلام هذا حنون لقبته وإنتو وذب الله كالطوره او صوفي حنجمر كنت ولا سيك لا دايو او دب يا رفاد يا فقر يشدو يمتحن وكبحي واي دين ترى من ايديب انت دو كعراي وقالوا بها نفس الشيء وي قوش مخا هدي هدي قرقول لو ودو لا كلا بخي ماي هدي هزيمه لو ودانا وا دلوبي بين بين با لا دغاي وهذا طريقه الانبياء والمرسلين المهم نين كان جاهليه اقون امه وا لوغين هيا شركي بو دفاع الدين كاغا دغي وهذا أرنك وحقود عيم القيم بهذا الكوات لأنه إذا لم يعرف الشرك يعرف الشرك روحه الشرك وسنجرنين يا قال ما وسن فهم إنه وحي تاي يوما عابه القرآن قرآن كوحود لعيه عاي وسنجرنين أو ذمه عن باريه وقع وقود عيا فيه في شرك بقود عين ما بتقاند طيب وأقره وأنا أقلان هيا ودعا إليه وصوبه وحسنه انت سواك جو انت كتابك اصل اضانه لكن اصل كي قرنت ودعا اليه الى شرك امده او ييري وصوبه صواب ويدي اسغا حق وحسنه امده قرحن وهو لا يعرف اسوا قرنين انه هو الذي كان عليه اهل الجاهليه وحاسو دن قال محمد او امن امده او ييري او دفاعي او كدمن او ديغي سبا كبخسدو هدا كو سوماليا كدغالما ee kulay muhiimad baan difaacaynaa adii sabab laga soo diray ee malazana uu soo khaliifa dhabar ka soo taabtay
يكون رفاضة هي محوها قال الله حد حيدو صمر ربي يكون كل ما هي محوها إيش قال جدود يقول على كل ما هي شرك يا قال لم يريد الدفاع يا كل ما هي ومع ذلك وحلقيا بين أم من سني إن بدن وكمد إن جلس حيين قمنه ذي بقرت وما ذي بقول يرها هي يعني مربى هذا حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك والكفر هذا نقرنين وحقيقة الجاهلية انت قال لي شرك والقنت اردت يسد تصبح يكوش ام بل هذا ونك كل قول زي كورتي عياذا بالله وهو لا يعرف سوى قرنين انه وحا خدع شرك هو الذي كان عليه اهل الجاهليه ومدك اي كفار قريش عرب اي دحف ديين اصلك وحكوج او نذيره او شر منه او دونه ووحي كفار قريش كل دعين اما والله مد اما وح كدرنبا وامد كدرا او دونها وكسوكي لكن واسكو قالما فتنتقد صوحا كبري بذلك ارنك وحا كبابي او كو هلاك سماي عرى الاسلام دينت اركانتي دي احكامتي دي عرى وجمع عر وانا قنتنت يا مريت اسلام كي شرعي كبا قضبو يو قنتمو لغا دغا هي اركان يا تير كلو ميد ودوم هي كان ما كلا دوميه قيبا غوري كتاغن كو كلا سيدم الى اسلام كو دوما وسف كدل كديو ويعود المعروف شيء وناكسنا وحن نقول أسوب بدل منكرا وحلا إنكره والمنكر والمنكر يعود المنكر شيء منكر كان وحسوب بدل معروف وحوا ناكسن والبدعة وتعود البدعة بدعة وحن نقول سنة سنة نقول يا طريق النبي محمد قال لما الله قال الدين وسنة بدعة طريق في عنانا بدعة الله قال ويكفر وحال قال يزين الرجل روح مسلم كان موحد كاه بمحض الإيمان إيمان برحتران من مؤمن أو مخلصة أو إيمان سافي أو تالي وقال محاجرة بدعادي إيه كفر إيه شرك قالوا أهل أهم من سيد بكوكو خلافي كوكو الديني سوفية هذا وهابية تكفيري وقال إليه زمع سوفية وحيليه وهابية وقالوا يهود باصوات ديرتي دوضي كتن بريزين تل أبيب بلغ حكومة دولار بيقاتان محاجرة وحلقوا إلي وحن جوجية أولي يدا وعلماء إسلام ورماتي وي كود في عناء الخير أن من كذا أولي أتقانن خير بالله كل ما نقع دعائنا كي حماء اللي تي رب آخر هو هري الله مذن يهاي يدون كل صماها وحد الإسلام كل وقت ندعية نحرس إله قوة دية دم داف رب قوة دية احترامه لكن يان الله بري يان الله عابد نبي كصماء هلا الرمي هلا شعلاب هلا احترامه دين تسه هلا قاتو نين كان قال إنه وقال هل غصل ليه طريق سهل قد لكن بريم ملها الله إسكال سبحانه وتعالى نبي قد أنبال بإنوك يعني الرسالة يدعو يدين وحان الله صدر إله إنه نقحره الله ما صدر أن أصدق إنه عابدنا وحيان لسكو قاسين ها قال باتين رسولك بات إنكار إيسان أوليد بات دي ديسان نفس الشيء دين تطبط يدبال وقوق الهي ويكفر الرجل إنك الوقوق الهيسين بمحض الإيمان إيمان برحتران يو تجريد التوحيد توحيد كلا ينقدر تري توحيد سافيا وان شرك لهين بالجوجلي ويبدع الرجل نك لا تبديعين ومبتدع بالغدي بتجريد المتابعة للرسول بتجريد المتابعة الرسول نبي راعي سون سافي قريس الجوجل هيا علماء مسلمين شافعي أبو حنيف مالك أحمد سفيان الثوري ابن عيينة ابن مهدي وكيع كل أئمة مسلمين طبعا أهل خير علموي وددالين وحي خيرا نكقادا وحي كو خلدما وانو اسكاقا ليحان انو انكو حد قد بينونا عاين وإلهي دم بدافا او ويدينينا لكن راعد وحان نقول معصوم كو رسولك صلوات ربه وسلام عليه كل يجيبا راعينا علماء من لما راعي وانو راعي بمعنى وانو كالما يسان فهم كو دي دين تود علماء وصيلة انو يقويهين انا حقي كو قرانو طيب لكن مر كان حقي فانو وي آيات النوع عداتو اما حديثك النوع عداتو نبي كان طوس بريس كو قشانينا وهذا هو ماسك كبودينا طيب لكن مركز هذا المسألة أحسن كوا عدم وهذا كلام يسفهم كودي أقون تودي دلال كود آل خير بآية لكن أيق اللي عابد ما هي راعد سافئة وحاقوا رسولك صلى الله عليه وسلم نينك أن رسولك راعنا وبقال هدي ويبدع روحه وحلقو تبديع بالتجريد متابعة الرسول نبي الراعد يسول نرتره وكل يقول وقاب صدر يوم مفارقة أهل الأهواء والبدع ينات فارقوا كتكتو أهواء بدع على الوجه الأهواء وجمع هوى وبدعوين كي الشبهات كي شهوات يا والبدع وحيابها دين تخلاف سنة رمبا إن أتكتكتو والنبي كل جراعله وتصلي قد ضوار دقاته يا لغو تبدي عنا يا
ومن له بصيرة إنك دجلة يا فيري يا عرقتي يا علمي يا وقلب حي قلب نول إيمان كنول يا توحيد يرى ذلك عيانا أرنك أنصو الشيخ يبلو الشيخ سوى توسط أركيزابه وحمانت أنكه الله يبلو الشيخ أدونك تظفر سوى التاقية موحد لا تكفيرن هايو سني لا تبديعين هايو مؤمن صالح ولا تفسيقين هايو قال لي ما يشرك الدين لا قدقها هايو انتم انها ثاري سابون يرى ذلك أرن كاسو أركا يا عيانا سمو قطو كفول كفول انها ثاريس فالله المستعان ومن أنواعه إلهي بالله قال ميسان وحي الشرعة يا ديبا ودنبا ومن أنواعه مدارج سالكين مجلد ككوبات أفر بقول كونتون يتضب هذا الكجرة هذا دنبيك عاية وأسل كتاب كذا إنه مريني لكن ونقلك له بعد صفحات وكان هو الشيخ ومن أنواع الشرك وين وحكم ذا نوعدي سيه قال لماذا وين نوعد وحكم ذا طلب الحوائج جمع حاجة ظن إن لقر هذه المراد كإن لقر المراد لقد ضن طو ظن لقر هذه من الموتى كود أنت طلب قضاء الحوائج وين مراد كذا إنه جذو وظن هذا كوفليو بعد كره هذه نسمى الموتى ذاتك دنتي ما يتبلى أولياء الله يأديك شي عبد القادر او غرغار او هبل او سدا ييل اي ذهب لا حين تبا ضاف خره ضافتي سو علي اهل قابور با لكعين هيا ور حاجده يا باهيده يا دنتي مرادك ليده الله كبري طيب اذا سالت فاسال الله يا والاستعانه ان لك المستو بهم بالموت ددك دنت اهل قابور كا يا والتوجه ان لو جهست اليهم الى الموت مركا سا ديب كوغو دحاب اياد كو عريس قبورته كو عرر أبار بايمن قبورته هلا قال الوليه شيخ ابن شرها هلا قصه قول هلا دقاق دب مركو يما دا الله إن لوجه يسوي سبحانه وتعالى نبي حكى سوى إنك أي باهي دب كرعه فسأل أو فنزلها بالناس لم تسد فاقته دب باكو يمد رفاض باكو قد عي فقر با يمد أولاد الآن باكو قد تمد عاف ما درها يمد عليس يعبس با تمد إلهي باكو عررتي إلهي وكافي ذا سبحانه وتعالى الضومية مخلوقات بل لا دولي جاها وش هالقوة قبل ما يوقف يدري باب فقري بالوفوري عاف ما ضرر كقادي شدي الرفاد يا قحر كذا بيح ميسد قما عير يقول قلتين باب فود الوقل هي وحد دب إله إن لا أدوه سبحانه وتعالى سقط دب كفيدة وهذا أصل شرك العالم الدنيا دنيا ضم بشرك كخدعة أصل كسي وحوي طلب الحوائج من الموتى والاستعانة بهم والتوجه إليهم إلهي مركو دبكينو إن دبكين ملكا للا أدو أحد كان لقو عرابا شركة بكيبكا باللوضاء فإن الميت الروح أدين تقد انقطع عمل وعمل كسواء قاي أصغب هذا مركا اللفاء ودح ليستي وكاقبها ان كالمي يمحوها الدعاء يا الله بري وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وهو ميت كانوا لا يملك هنان ما لنفسه نفتيسة نفعا ديف وهنان ما هي ولا ضرا يدب من نظا نفعا ولا ضرا دب يا ديف من نمالها طيب سومالي مركز سحاني هي وحكول ان قبري قد كتور مويه قد كقاد ملها بمعنى روح ماشا كو حبالا دربي جيسي او دي لغو او دي هداد كقرة حابة او دي هاشين كقرس دي عمبولو كو كشو كلا ياب هيا وار قبري ويهي انا او تارتو او حن كتور تم مويه وحبها كقاد موي عيولي مركز قبري قد كتور مويه قد كقاد ملها نينك او دي ساندفاع عن كارين اينا ان قبري قد كتور مويه اسوا ان قد اسساري كارين محا دي بيو ديفو لغر رجين هيا نينك واد انتي أصغى أمضى مضان أو أباهن استغفار يتراحم ين حريص أمضى وقبها فضلا إنه وحوتر إسكدة لا يملك لنفسه ضر نفعا ولا ضرا فضلا إسكبة داوى عمن استغاث بي نفس روح الديفين وايا يو وحترها هيا وحيو كلو اسمي وذانتي طول كير كذا كنت أي رير طولت كنت إلى ذي وذانتي عيل كذا أنت كوش وذقير هذا قوة رابس الله هذا قوة رابس وأرجع قوة رابس oo geedka ku waraabis iyada walaalka siin kartaa in cilka ku shubtee laakiin wadaan adiga wax ku tari weyday micid kale wax taraysa marka wadaantii waxay dhayn tol reerkeeda keenta ayaa reer toledna keento tolkan wax tarta nin la fiisa wax tari waayay oo asagu is dheefin waayay dibna iska difaaci waayay wax taraa laga dhageysan maaya deen waa sheedaan baa qaatay fadlan iska badaa way aan man duulki istagaatha bi asaga gargaarsaday aw saala ama dan weydiistay أن يشفع له أن أرجعه أحد كي ويدسنه أرجع يا أصقع أما جرجال ويسكبه ده أنه حتره لفتي سو حترين أو أصقع ما حاستري كرين أو ابن سك دفاع كرين أن يشفع له إلى الله فيها أي في الحاجة والمسألة وهذا
أرنك أنه حكوي ما ذا كاني من جهلي بالشافعي والمشفوعي له عنده وحن إنك مشرقة محوها معاصركة أما هو الرئي إواه ردع يكو كينها إيا إنو أولي أهل قابور يا أموات بريو أو دبتاك نادو وحاكوك الجهل باكوك أسباب تكين إزواج جهلي لفها كفر إستو الدلو ومحو جاهل كيها من جهله بالشافعي روح إرقين هيا وحوي هاي ميقان والمشفوعي له الله لو إرقين هيا ميقان عنده طيب شافعنا ميقان والمشفوعي له عنده الله لو إرقين وحوي هاي ميقان نوي إلهي حق ولي هاي حق مدني هاي أضموح ويدين كران وحيسن ويدين كرين ننك إرقين هي أود ديسة محو قبان كران محوسن قبان كرين هذا الموقت كأم من روح آدمها وحصنا هاي وادي بنت الله قوي عروت يرك إذا شيء أبوه ضحك أم زين إنه يهاي وحك سبق وانكر أبوه هبل بيدري دل بقوله أم زين وحك سبق دل كرت نيو قلب أتشير كرت كان مرح تبي كان مرح كجي استاق صار رم بابي أبو جورجن باي قدر عاية درب جورجن دمي بقوله درب بقولي باي درب جنب باي تابتي دل بقوله رجع حين بابين كرت أم زين ونفس الشيء لأنه إلمه يرك والدك وحكاء من زين هاي إنه وح كسبك أود بدنيه مركز الشاف أولياء البر يسيء ميت كدبت أجنت هاي ما تقنده حي أيبا محو قبان كرا محو طريق كرا الله اللي إرجعين يو إرجع ذي أقبل ما تقنده جهل بقى كاني إن أهل قابور يا أموال دبت أجنت وهذا من جهلي بالشافعي والمشفوع له عنده الله اللي إرجعين هيو إلا بر يهاي اللي إرجعين يا متك إرجين إياه يا كلا إرجين صدق ضابة لما سعت وحيين محايا لفإن الله سبحانه وتعالى لا يشفع عنده أحدا إلا بإذنه هرت إلهي برا لي إلهي برو سبحانه وتعالى وحقو برتا أحد إلهي إرجين كرا أما كإرجين كرا مجرى إنه فصحى موي جوق ما دي كرتين فصحى شم موي ولا يشفعون إلا لمن ترضى ارتضى طيب إذن وإن محمد هاي إلهي أكتيس رالي لغاياه إن الإرجيس وإن رالي اللقيا كلو إرجي وإن رالي اللقيا وإن لو إذمه إسكو أرض باش ما فيل إسكو قر حري أو شما طيب إن القرطوس صو حري سفيل كوين لو فصع فإن الله لا يشفع عنده أحد أحد إلى يكتز كإرجية ودعو قد بي مجر إلا بإذن إذن الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى لم يجعل رب كميل سؤال غيره غير كل سؤال شو سببا لإذنه إلهنا كما يرينا الشيخ عبد القادر يا أولياء وحوي ديزته سبب أي كوئرجين هيان ما هو بمعنى الشيخ مركان وحوي ديزته ورقاق إله بيجئرجين بعد أمي زنتي زماء مشركين أبدا تاسنس عن ما يسوي ولم يجعل سبحانه وتعالى سؤال غيره إله غير كل وحلا ويدي سر ربك ما دقين سببا وحكينا لإذن إذنك إله وحكينا كما دقين إذنك إله سببك كان وامح والتوحيد الخالص مركز موحد خالص النقطة وحال حق ولاده إن لقوا إرجوي وح خالد يكاد عيد دروب تير ركعة هي كوائر تكلي عن شرك يا قال ماذا قارسي سني لقى إرجوي وإنما السبب سببك كان شفاعة أما فصحة لإذنه وحوي كمال التوحيد هذا أضر مشرق أهين إلى هاي نفط أي كوت ماله مع سياك استود كجرت بين خيانه دل دع تغنيمه زينه إن تاسودن بواوي أضوي كوسي لا لكن أن مشرك هنا ضد جريوته حق وحد أولى المسلمين تنكو إرجيان والأنبياء كوش في عقادات والعلماء إرجيسه والشهداء إرجيان أضوي لقوا ميزان ميزان عدل ألقوا ميزامه وحسنات كذي هي سيئات كذي اللي سو ميزام هذه حسنات كذي بطن هذا جنة الله ده طيب هذه سنادان تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى إرجان كفرا حتى حسنات كذا وبطاي دروب تقارك هذا إلهي وحق له إنه كذا وصل له وقعد هذا الوسود داي أنتم إلى حق بوليه لكن هذا المشرك أهين ويوحش في عض يرقد أي صعنس لكن من هذا المشرك تاي إرجع مجرد طيب إرجع صعن ما يسوي أحد كوي إرجع كرنا مجرى فجاء هذا المشرك ومشرك بايمد بسبب بولي يمنع الإذن بديد هاي مشركي أيا أنتو خلدمي وفهم واي إلهي إرجدي سيا شفاعة وحب النية يوضد الله مر أنتو جران واي أيو حكوا دقائق بجد يا صاب كينية إن إرجبه عن لودي ذبا وأضو الضمعين تقول فاطه
او قفل فرحي لا كسي قوتبا غور وو فينا با واد كسي دجسيبا كوري كوفر ملها با يا قطر كسي تاغتي او سيخ ديبا او سي غاغخسي هل كو غدن لهيد با عمره كسي دفتي وروح الشيء اللي إله سبحانه وتعالى محوها إرجيس اللي جوه شفعان اللي جوه هو توحيد خالصة إما إله غير كين لبري الله شركي يال. فجاء هذا المشرك وحولي مد بسبب صاب ولي من يمنع الديدة هي الإذن إذن كديدة هي وحوري حقوف السري ابن القيم رحمة الله تعالى عليه بمنزلتي وهو بمنزلة من استعان في حاجة بما يمنع حصولها نباتر بادي إلى هذه وبن ثلاث كذا بترتير هيا با مالك لو كودير هيا وان عاد وحاسد وح كاردو ما تري لا فير الى راد هل با كاف كتانت با كاردونتي وحو كو ارد هيا با وحو كودير مالك راد با ميشو بحي ما كان وانا بشار اركي وراث هوري حق انو دقاج مركو جيلي بري اده قلبت بو كودير هيا وكل جين دنت الله هيد هذا دو كالم يسوتو نين ايدي با بابين هيو كاور استاغاي معلوم ملي باهدي القبتي إلهي سبحانه وتعالى توحيد خالص إن الله كلمة استل دون هي لكن هذا شرك كلمة شتو شرك هو كسيجا جحين هي مش ودم بحاجة كده هي خير ودم بكاحر النار بكو واجب هي والميت روح دنتي محتاج وحبه هي إلى من يدعو له روح سقو الدعاء وحبه هي إلهي ودم بداف الله ونحرس إلهي دو وناكسنا وناقص وكر الله وضوح ننحمها إسكقدم بداف إله رحيم باتو نحرس ويترحم عليه ويستغفر له نحرس إلى روحه ويدي ودم داف ويدي وبهن هي كما أوصانا سيد النودر دارمي النبي صلى الله عليه وسلم إذا زرنا قبور المسلمين سيد إله النبي النودر دارمي أما النفري إن يلو مركان قبور المسلمين تبوقنو قبر المسلمين دي الله بوقدو إن لو دم داف لو ويدي نحرس إله لو ويدي لو عبرقاته لو أنا قاتل هل كاسد مدن دونتا كليجي بعد دونك كتجي وعلى وجود الدبي وحنو مال إياه أنتي أدي وقطع قاقي آخر الله مدن عبر قادش يدعين المسلمين بالله وطلق لي لكن أصي لو أصي إن لبريا بكور أصي الله كالم يستو أن نترحم عليها إن أن نحرز إلى هو يدين قبور المسلمين ونسأل أن هو يدين اللهم العافية إله إنه دم بيعذابك عافيه يا والمغفرة الدم الداف فعكس وحيد دب الرجال المشركون قالوا هذا حكم كان أسرع النبي وجد مشركون هذا قالوا وكما ومشركين تحل جيسي طيب من أعرض عن التوحيد فهو مشرك شاء أم أبى بقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه نك التوحيد ككجس وشريك يلا ومشرك شاء أم أبى في غاة اللفان في مسايد الشيطان مجلد ككوبا صدح بغسيتين لحوسا كل هذا ومن أعرض عن السنة فهو مبتدع شاء أم أبى. طيب مرك وحوي وحي آر أهيد حقيقة دي سمرنا بالجاز والماي أما نغليه وسوفي بنا عيده أما حتى مسلم بنا عيده أما أهل القبلة وحى طيب أكو قبري ما قاعد بلا شو أقول شيء قتاي حبا تري مايو نيم قصوا فولحن يا بجمال الله بحياء أسوق مذوبة وحسن عبد الله ورنها يا ما طيب مزماها أسوق جابون ومحمد هل مترى يا عبد الدير الله ورنها يا مركم مقع اللجوء بحيي وحبط ترين ماي طيب وحن أوجدنا وحاطة إن باكو قوان أذو قوان ديران ميسد أذو مذون عدان ميسد أذو فول حن غرح سران ميسد إذن نينك إلهي توحيدك سكجس ومشرك شاء أم أبا ودع الإسلام أما الصومالي هنو غزي قوت الله حقدنا وحاوي مسألة الشرك الأكبر قبل الإسلام يا بعد سما حبسك بدل ما يان المشرك شركا أكبر ومشرك قبل البعثة وبعد البعثة الشرك الأكبر سيدان لو قعدوا دار معوها يا عرب يا قريش يا ذاتك النبي كهري كذلك أنت تروان رومان أما وان رعان لنا نفس الشيء وي شركة أكبر يا مشركة شركا أكبر حاله وكحال السابقين بعد البعثة وقبل البعثة اسكو حكم وي طيب وعلى كلا قضايا مجران شركة أكبر كا بينك هالين اللهم ضد جونه وبعض العلم صور يبان مويل فعكس المشركون مشركون توحيد بالرجين هذا حكم كان إسكعر وزاروهم ضد كده انتبه بوقدين زيارة العبادة زيارة عبادة أحيد
زيارة وحي لو طلق لي كعبر قادشة أو سلامدة أو دعينا أو إلهي نحرس أو ويدينا مركز حكوب بدلين عيقا بين لعابده أو أوليد الله بريو أو لقابور كم حماية وحلا ويديشتو وجعلوا وحيكي لهم قبورهم قبور الأولياء والموتى أو ثان الأصنام بيكاد أن تعبدوا لعابده فجمعوا وحي مشركين ثم أنت سكدرين بين الشرك بالمعبود الله الله شريك يالو يا وتغيير الدين دينك الله لا بدله يا معاداة أهل التوحيد يا أهل التوحيد كل الله عليه تم أنت أصلا تصدرين كوا ما أنت جوا مشركين تا يس يسومالي أما عربيد أما عاجم يغير كتبة عذر رب الله بيقابان كوا الشرك بالمعبود إلهي حق لها إن أموال لهم مري الله سيو لب دين تا لا إن لا بدله معايا لأحد كبر يلا يقول الله أنت يكل حدين بأموات بريا هيان إن لو الله يتم الله يصدقك أهل خير كأ أم واحدين تيا سحنا وحيك الله يقدر أن عذر الأفراد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات ونسبتهم أي نسبة أهل التوحيد أهل التوحيد إن لغت المام أو الله أنا يو إن أي إلى التنقص إن أي بهد لهيان أو يحقر هيان أو يقرصن هيان بالأموات علوم هذه أولياء دمطي هذا الرشيد عبد القادر عالم قيام بلنبها أو حنبلي وأهل خيرة أو وناكسن وارنتي ودعاء إلهي أبري نحريس إلهي أودي علمي جس قاضوك انتفع زو لكن أصدقها برين ها أولياء ديدن يصلي كوكبا وصلي مد ديدن أولياء لم ديدن لكن وحن ديدن يخلطك خلطك لا ديدن يشرك وحرم باس كل سكو قصاية وحد بهد لي سابا الأولياء أولياء والحقريسة كرامات الأولياء والإنكريسة ونسبة المشركين إلى أهل التوحيد أي أطير التنقص بالأموات أموات دي بقرصان إسان بلين أولي دي بقرصان إسان وهم مشركين تنا قد تنقصوا موقت يعالي مرودو يتكرت أساقا صارا ما أركي ككلام دا صارا بو أركا هذا وحقوة الأولياء بهذا الشيء علماء دي ماذا احترام علماء دي بقرصان إسان مسلمين تدين انتهي خير كبندابا ديدين تاينا بريضو أسوء اسمه أقول لك إلهي من ملكة قدعي حقيس قال لي أبوري خالقها حقيس من ملكة قدعي ومحاجرة أدون مسكين ودنتي ووحو مطور أن لهين أي بريها يا ألنا وكتقايا طيب وهم قد تنقصوا أيون وحي بهدين ومحوا قرصة الخالق بالشرك قال لي أبوري بأشرك يالين با وأولياءه إلهي قعل كيزي الموحدين له إلهي أسافق توحيدك إيه كلي عاودها ينا وحيكون تنقصين ويكون بهدلين ويكون قرصين بذمهم إن عايات وعيبهم أي عمباريات ومعاداتهم إن العلوبات محال لقارها بأنك الصوبا إيه وناكسن إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون طيب روح مؤمن كي وناكسن إن أتقع الكاردقاتو وهو يلسو قرب استاكتو وحيسا خلدان أتصحدو وعلى الكاردقات لقارها أهلو توحيد كيبوا العلوبي فيرا وحقوة توطنك كسارن يمعوهاي دكتا أصار مشركين يقالوا وتنقص أولياء الله سبحانه وتعالى الموحدين له بالعبادة إلهي أسافقري توحيدك بذمهم العاي وعيبهم بذمهم عمبارين توضعي وعيبهم باكو جرت وكاقوان نصدن هذا أنه هنا أصل كان كجرت ومعاداتهم إن للعلوب وتنقصوا ولبها وإنت وحاديروا يبهد لنا القرصة لنا ويسير من أحد كي أشركوا به أي أشرك يلن حتى شيخ عبد القادر كي بري هاي يا شيخ عيد دروس يا أحمد البدوي أحمد الرفاعي شيخ أويس كوي إنه بري إني بر حتى ملك قد عني محايا لو حال غيا بعلمه في عيني أهاي أو محر هالي كأهاي ما يا كودري ما يا عطسري ما يا هالي كأ محل اللي جوين كور إلهي ملبك قد عضي تلك إلهي جعلاي مخلصين تام ملبك قد عضي شيخ دنتد بريس والو قيسي انت سو الدنبي بل كجرت هذا مشرك كبرا مقاتل لكم حاكم مغضة موحد تكوين وحن داب يا دابا صار انت وتنقصوا وحي بهد لنا يولب قرص لهم ومن أشركوا به أحد كي إلهي لو ذا جين عبادة غاية التنقص بهد لد إيا قرص مد أفق أدن بيسا القرص التنوي إذ ظنوا طيب مركين ملايين بي قرص لهم علوم هذا ويبهد لين أنهم راضون إن إرهال لكيهن منهم المشركين بهذا فلك لا يستمعين هيان إرهال لكيهن وأنهم علمون أمروا إن الفرين أمروهم مشركين تأين الفرين به بالشرك وبالدعاء لهم والاستغاثة بهم والتوجه إليه يا كفر يا كدري
طيب وهؤلاء قواهم مشركين تا ما أنت دون ذلك جوج إلهي غير كي بريها يا أما عابدها يا أما الدفاعية أما ضدك أو جيريا أعداء الرسل والتوحيد ساس الشيخ وقوقب قبي ابن القيم هذا الكسواس قاعد ياي العلام ابن القيم وهؤلاء يكوا مشركين تا هم أيقون با هم با ميشا كوكو ضمير الفصل أو حسر يا قصر كوفا إذين وهؤلاء هم أيقون با أعداء الرسل رسوش إلهي صدر من أبينا آدم إلى من نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام بالربا إلى محمد رسوش إلهي صدر علكوضة يا عدو ذو مشركين يا توحيد وعدو التوحيد توحيد كطبطة يا رسوش علكوضة طبطة إن لضع لم يلباب يأستا إلى وعوي مشرك زماننا هذا ومشرك زمان العلام القيم يا ولقيبة الإمام القيم مركو شرحها حديث كلما مررت حيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار بحث قيم كلها وش عيالها وحوليها من أبينا آدم إلى يومنا هذا أنبياء الرسل وحال الله صدر بالتوحيد الخالص ننكي شريك إلى بعد البعثة وقبل البعثة مشرك هو وأنا مخلد في نار معذب لو يقول عذر دار ما هي شركة أصلا ننكي قد عاي سيدان لو يقول عذر دار مشرك العرب قبل البعثة ورعد إليها قال له مراجعي من زاد المعاد وقال له قضية ضعيضة وهؤلاء هم أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكان حل كستو ينجوغنا يقوب كستو لجوغبا قبل كده نجوغ سوماليا يجوغ أفريكا ذاك لجوغ عربا نحجوغ ميل كستو لجوغو يحل كستو لنول يهي قرن هوري قرن الدحي ماذا دلتا غين يهيبا وحدون هون نقضي علك إلهي وحاوي علك التوحيد كي رسول شبا والمشركون بالله سبحانه وتعالى وما أكثر محاكبة المستجيبين لهم ذلك أجيبها يؤدق ودن يؤدق نول الشركة يلها هي آد بأبدانيهين حق وادد يريهاي شيء حق إنه ذلك آد بأويريهين لقتلوي وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون شرك بأدونك هذه نوع دور من النقضبة شرك هذا النقض درا متكن شرك التوحيد أما شرك العبادة أو شرك الإلهية أصوب بريها آد باللوف فهمي لكن شرك أنت بقدر أن أورنا باب شيء أن أورك قلت لما أنا شرك مجالك باجر شرك سياسي شرك الحاكمية والتشريع كنا قدر شرك البرلمانات والدول والقصور شرك القبور وشرك القصور بل كذا شرك القبور تا هي شرك الدارها شرك القصور محاكمة ولي هاي حفسي ولي هاي بابور جواري حير إلالية بجد ميزان مشار جمع الله قبحه برفصور وبرفصور في الشرك والكفر مع دكتور ودكتور في الطاغوت وحو وحكى له هاي لما أركو وحو الدفاع فقهاء القانون وفقهاء الشرك والطواغيت وحيكو هاي لما أركو كاسا وقدرا الشرك السياسي لبكون نوها يهدان ما أنت مسلمين هاي وحنو هاي بمجربة رمي وكفر حان لازوق شرك وقبورك انت ودن بينا شباب اسرعي طيب كنا قدرا وحاوي ان بابا شيء والشرك السياسي والالهي كلي هلا امر قاتو كتابك هلا لو دقمو وخي كان هلا قوم انت لوري هلا قبو ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ام لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وان احكم بينهم بما انزل الله لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكون للخائن خصيما توحيدك أه إلهي كلجي إن لقى أمر قاتو أمضنا لوك الحكومة كتاب جيزة كان لقو درا وإيمان إن باباش ما يا كتابك القرآن كوا منزل دستورك هو مقدس كي شيطان كي مرتد كي صومالية إذا عاد كان لي وادو ومقلي زين دستورك جبوت أكل كنتين يكوا رمى كتابك القرآن كزي أنسيها سنة سيل لا هاي والله وشقين هيام محاجر كتاب القرآن كما منزل بمحمد الرسول جي كان هو مقدس أنا قاعد جنبي هو مقدس مركو حصل شقيين طيب هذا إذا قبطان ميت كان جبوت لا كان يبغى شقيين هيا وركو أسك كوبين هؤلاء المشركون هذا سقوا قال هنا عد قال ما مجرب إذا تناقض درموي كتاب كلي جي وينو كشقي وضن كنا أو كهر قاله بو كلي حير كلي دقن كلا ما شقيين كره إلهي كلي جي هلا بريزوم اسمه نوين إلهي كلي جي هلا قامر قاتو أدونك عليها أبو ريبا حكم كي يمامل كزكالي وأنا قاعدة هذه عقلية فطرية وي روع ورشد هذا مركي بابور سميس محيصور رعزة
بوغي بابورك سومسو رايس بوغي بابورك كتلمام هاي بريهيسا قابك اللوم مامولو سيد اللوو بوغ بالله سعيد ركور ير نينك سمي وراق بسور راعين اي بانا دول نينك سوزي محسور راعي وراق غير باكود حجرت مطا مزماء آذامو وحي سمي امدوك لا يوجد بين هايان فرين بين راعيان إليه أدونك أساقا أبوري بوغ بسور راعي كتاب لكم مامولو أدوما أساقا أسكالو أبوري أدونك أساقا أسكالي كتاب لكم مامولو الأنبياء اللو سودي بي الرسول كي ودن بيني محمد الله سودي بي مخلوق ما الله يا أبوري لول كيسي عير كيسي بان كنو لان اون هرسن ومع ذلك الدستور كي شرعي أنا ديش سنة هذا خالي ربي كلاوة طيبة إله كلاوة نقو طيبة إذن الله أبوري أدونك أنكو أبوري بأسكال مامل كذا تلاد هذا قوان كذا وحلقوه قامين لبك أساقا آدياد ومدو إن لغد قويك بالك أساقا بريهان وانا هستا وانا بابا شيء شرك سياسي ولله خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أصل كمدارج السالكين كدرد وخقو أنتاي ولله خليله إبراهيم إلهي وحوء هذه خليل كيس إبراهيم عليه الصلاة حيث قال مركو يوري بمعنى وأمان يؤبغد وشيخ أبغها النبي الله إبراهيم أبو التوحيد وأبو الأنبياء والمرسلين إبضان وكمدة حيث قال مركو واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إلهي مركو بريا هاي الدعوية إبضان الله أقبل وحاك كمدة هاي وجنبني الله يقفق أني إبراهيم وأبو التوحيد رسول وي معصوم هذا نوح لي إله وأنا قد ديره وبني عرطي أبط كيغا أن نعبد الأصنام أصنامتين أن نعبدنا طيب أنبياء الرسول شبه وحي كبقى هيا إنه شرك قال لما قد عام إلهي بيكبر هيا إنه إلى ليو نورعيق عرطه ضبا أظن مكل ورشرك إذ كده بذكرك عيسى البوديس ربي ربي وإنهن أصنامت إيا ضدك دفاع هيا وطبع أظن لكثير من الناس ضد بضان بقلوا بيهم الله تقيل وما نجا من شرك هذا الشرك سيدا درت النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم مركو سيحان أيو سورة البراءة من الشرك بأخر يجري مركو سيحان أيو سورة الكافرون بكو سيحان جري قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم واليدين وكو سيحان أيو نبو حول ننكي سورة بكو سيحان آمن زن فهي براءة من الشرك قال لي مبارك النغن هيا إذن نبي الله إبراهيم يقول كسي محمد عليه الصلاة والسلام لبضبا وحيكبق هيا شرك لقد دعوه نبي أصوه بشيء أمضون الشرك كدع ولا فسهادي وقبائل قالوا بها يا الله الله وانبا أثنام تلعابد الجري وابشيء نبي إن بدون مبادو قدر مهمد وحاوه معصوم إلهي إنتو إلى اليوم بائة دنبقنا ميلو كوسي جو أميس إلهي لقم قالوا وما نجا شو حوله كمان بد بعدين من شرك هذا الشرك الأكبر شبكة دي شرك جون وين شرك وين شرك وشبكة أما شبكة حركها يضبينها الضادي وقعد الله قال له جدا أما شبك شبكة الله ضادي كلون قال هذا قلنا وما نجا كمان بد بعدين من شرك هذا الشرك الأكبر قال لماذا وين إن صوشة دعاء الأموات طيب الاستغاثة بالأموات طلب قضاء الحاجات منهم وشرك وين وعدي وهذا وحسكوت ضي إني تأوليان ومن أنواعه وعيدا ومن أنواع الشرك الأصغر هذا كذا ما بابي طيب عوري بن قيم وما نجا كمان بدباد من شرك هذا الشرك الأكبر إلا من جرد توحيده لله سبحانه وتعالى شبكة ضي شبقة يمحوها يضب النظر يمريها شرك وين كبدباد ما هي إلا من روح موين جرد سافقري ترتري توحيده عباده يدين لله سبحانه وتعالى وحال الله سعوته وعاد المشركين في الله وشيخ قوي أما نصيص أن لسعون اختصارا وعاد المشركين في الله توحيد سافئ أنك لا يمت مشركين تا إلهي غيرك لعلوا بأنك أنبا بريئة إذن مركان شرك كبر النقونا إنه وحاكوه الرئيس إذن كبر النقونا مشركين تا ما كان قبورته يا أولياء بريجة يا أهل قبورك اللجوين يا أنو كبر النقن وحقه الرئيس أن كبر النقنه كوا عابد هاي القرآن كنا رقنا كاسو يغنى إن براءة منكم كوي إنك ومما تعبدون أصنام تبطن بيس صلى الله عليه وحوي شرك أن كبر وهذا حقوه هبيدة حقوه يراه رمبان وجنة وحوي إلى كبر النقن شرك لكن على كبر النقنين
مشركين تدبنا يستوي إبراهيم محوله إن براءة منكم كو أيان قبل الله بينا مشركين تإله غيرك عبد الله قبل الله الله دعا لهم اللجوين للدلي ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم أطنا أيق على قبل الله وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى بيال حتى تؤمنوا بالله وحده. طيب نبي الله إبراهيم مرك إله سبحانه وتعالى وكسر الشيخ إبراهيم صلى الله عليه وسلم شركة سورة الشعراء إنكم ما تعبدون من دون الله بالي إنكم بالغب الله بي. طيب سورة الأنبياء جذا إنكم ما تعبدون من دون الله إنكم حالا يكوى ضدك مشركين وما تعبدون فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. إبراهيم محمد موسى الأنبياء والرسل كلهم عند التبرؤ من المشركين وحكى بالله بهايان هي نينك هاوشا ودي وضاق ميل بوسكا جيفايا موقت قبر بوسكا جيرا سنه ميل بوسكا قطما نيم بلوغوين هي او سياسه دين هي او مامور اغاسيم هي امدا كدا دحين هي وشقين هي دفاع هي كدمن هي نينك اسد برادك بالله بيس نينك مركا مشرك كبر النقدين لم يبرأ من الشرك مركا حي رمضان البراءة من الشرك دون البراءة من المشركين البراءة من الكفر دون البراءة من الكافرين البراءة من البدعة دون البراءة من المبتدعة لبنا يستوى وش هذا على الأصعد شوق مركو حقول إلا من جرد توحيده لله وعاد المشركين في الله وتقرب أدواري بمقتهم أيها النعدو ذي العلو وذي الله سبحانه وتعالى لابد لابد من معادة المشركين عند القدرة ومقتهم عند القدرة وعدم القدرة مقتق وبغضي قلبك أوي شركك قال لماذا يا مشركين تقلبك أتخنعي أما تبر لأو أما تبر أما تبر يلو أما قادر نقو أود ما لتري له أما هلهان قلبك عندما حكمت موقتاي أضو ضعيف وعاجز وأنا كفرك يا شركك يا مشركين تقلبك أتخنع له أما معاداتك وفل بل باي أود وأنا لا دغ لن تؤض بشاقده أو الليعدان أو قبلك فاقته أو قبورتي قادو أض بابيسه وولادك الواحد قد ما انتلق لفيس الله بعضه مال كراتكو حباشوي مسلمين تو اي سنكو افو بين ادقيس اذا المعادات وعردك وجرتي قلبك هيد او اطفالكو مجسوي ان انكو نعب هاي وانبريكا هاي وحا الدليل ان انكو بضاق هاي انكو بابين هاي معاداتك وعود باهن ياسك وقدر وباهن ياسك وهذين عدوانك فالك آن وجه النووي اما بغضك يا مقتك وعمل قلبي اوحك اقبها يا مجر طيب قلبي قد كان عيسى قلوب تذكرنيس انتهى كلامه رحمه الله تعالى فتامل هذا كان ذنب تعليق ان قدر هذه سوف تامل من استاقى هذا بالله توفيق ابي انت مره ما يسترنا ان شاء الله تعالى وحل الروبيد وي ما يلفقنا ولا قيمت هذا بالله توفيق